يسعد صباحكم، يسعد مساءكم، وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم رح نعمل أكلة كتير لذيذة، وهي ممكن إنه تنعمل للإفطار أو مثلاً على العشاء أو كسناك، كتير خفيفة وكتير يعني طيبة وهينة جداً. يعني هي معمولة بالزوكيني، أو يعني هنا بسموها زوكيني، هي كوسة، وصدقوني كتير هينة، خاصة لما لفيتها اتذكرت أيام ما كنت ألف السويسرول، بس هذه أيام زمان الله يرحمها، بس كتير طيبة وإن شاء الله تعجبكم. وخلنا نروح على المطبخ نعملها سوا. المكونات هي عبارة عن بيض، كوسة، وجبنة ركتا. هذه الجبنة حلوة، فبالتالي أنا بعد ما ذقتها شوية لقيتها حلوة، فزدت عليها كمان جبنة حلومي بشرتها، حتبين هلأ بالفيديو. في بعض الأشياء هيك يعني حتشوفوها، وإنه إحنا عم نعملها سوا. خلينا هلأ نبتدي. أول إشي رح أعمله، أنا رح أفقش البيض، فأنا حستعمل 8. هذه يعني الكمية، الرول هذا رح يكفي إن شاء الله 5، فإذا أنتوا بدكم يعني إنه أكتر ممكن تعملوا 2 لحال، بس هتبقى طيبة لذيذة، وأنا متأكدة يعني إنه دائما إن شاء الله يكون فطوركم هذا أو عشاكم. بعدين رح أبتدي الخفق. أنا رح أخفقه كتير كويس، يعني كتير مهم الخفق، يعني زي عملية الكيك إحنا بنخفقه حتى إنه يكون هيك كويس مع الكيكة، وبنفس الوقت ممكن ينفش، فأنا رح أستعمل هاي الطريقة، بس ما رح ينفش كتير، ما تخافوا. هنا هحط الملح والفلفل، وبرضه راح ينفش وراح ينفخ على أساس إنه هو لازم يطلع الرغوة تبعته، فهلأ بتشوفوا قديش راح يطلع رهيب. وهاي العملية كتير مهمة لأنه ما فيها لا بيكنج باودر ولا فيها أي نوع من المحسنات، علشان هيك يعني إن شاء الله تكون صحية وتعجبكم. وهنا بعد ما خلصنا عملية الخفق، أنا شوفوا كنت باشرة الكوسة، بس على أساس فيها مية، إحنا عارفين إنه هي فيها 90% مية، فأنا راح أعصرها وراح أحطها زي ما أنتوا شايفين. بعد ما أني أنا حطيت هلأ الكوسة، كل اللي راح أعمله أني أنا راح أحركها كويس، بحس أنه لأنه هي هلأ طبعاً صارت شوية مجمدة فيها، فالتحريكة هاي يعني بتخليها أنه تتفرد، بحس أنه لما أصبها على الصينية تبقى كليتها فيها من الكوسة. وبعدين راح أجيب أنا صينية، لازم تحطه برشمال لأنه ممكن يلزق، فراح أصب فيها أنا هاي زي ما أنتوا شايفين الكمية كليتها، وراح أحاول أني أفردها، وزي ما قلت لكم كمان رح أحاول أني أنا أخلي الكوسة في كل مكان، لأنه ممكن تكون تراكمت في جهة وجهة لأ. وبعد ما إحنا خلصنا هلأ فردناها، أنا هنا عملت سلايس للكوسة، يعني شوفوا قديش رقيقة. كل اللي رح أعمله أني أنا رح أصفتها، بحاول أخلي أنه طرف كل واحدة على الثانية، بحيث أنه ما يكون فيه فراغات، يعني هذه كتير مهم، لأنه ممكن البيض يطلع منها ولما تلفوها رح تفرط بين إيديكم. يعني جربوها زي ما بقولكم، حاولوا اعملوهم لازقين في بعض، وهي لانها رقيقه فيعني ما راح تضر. فحضلي اصفتها لحديت ما اني كليتها تتعبى. وبعد ما صفطناها بس راح ارش شويه ملح، يعني انا ما حطيت الملح من قبل لانه كان ممكن الكوسه هيك تصير دبلانه، فهلا بحط شويه، بعدين شويه فلفل اسمر، وهذه راح احطها بالفرن على درجه حراره 350، راح تاخذ من 20 ل 25 دقيقه. طبعا انتوا راح تعرفوا لما انه تستوي. وهلا خليني افرجيكم كيف يعني حيبقى شكلها بشهي. وهلا راح نعمل الحشوه لحتى ما انه تستوي الرول. هنا راح احط جبنه ريكوتا، هذه الجبنه يعني ما فيها لا نوع، لا فيها ملح ولا فيها اي شيء، يعني هي خفيفه وطعمتها كتير برضو انه خفيف، فانا راح انقلها هلا في جاط، وبعدين راح اخلطها زي ما شايفين كتير كويس، لانه ممكن انه تكتل هاي انه تخف. وهنا راح احط شبت، وراح احط ريحان طازه. في هاي الحاله ممكن تحطوا نعنع، ممكن تحطوا زعتر ناشف، ممكن تحطوا بقدونس، ممكن تحطوا كزبره، برجع لكم يعني انتم تتفننوا بطعمتها على حسب ما انتم بتحبوا اولادكم، لانه كتير مهم، لانه هذا اللي حيطلع في طعمه هذا الرول، فكتير مهم انه انتم تشوفوا ايش بتحبوا تحطوه في هذه، فيها اختياري. وبعدين خلصنا هلا، خلينا نشوف هلا شو صار فيها للرول. وهي الصينية طلعت من الفرن، يعني احنا طبعا عرفنا انه استوت من الاطراف زي ما انتم شايفين كيف يعني شوية احمرت، وهذه طبعا انا شوفوا البخار فيها لسه ما بنقدر نمسكها، يعني خلوها لتدفى شوية، يعني 5 دقائق 7 دقائق، وراح افرجيكم شو راح نعمل فيها. وهي تركتها، كل انا اللي عملته انه الاطراف حاولت اني انا افكها عن الصينية زي ما انتم يعني شوفوا، لازم انه نفكها حتى نقدر انه نشيلها زي ما انتم شايفين، لانه ممكن هي بس الأطراف اللي تبقى متماسكة. بعدين راح أجيب كمان برشمان وأحطها عليها، وأحاول أني أنا هلأ بدكم تنتبهوا أنه
بدي ألفها، شوفوا كيف لفيتها، بس إنه من غير ما إنه تنتبهوا ما تفرط. وفولا، هيها هنا يعني كل اللي رح نعمله هلأ إشي بسيط. هي طبعا مهمة اللف هي هذه اللي ممكن إنه أي حدا يخاف منها. رح أشيل هنا الطبقة هاي، شوف كيف شكلها، والله بتشهي يعني فعلا، هتبقى لذيذة جدا يعني، عاملة زي حتى بدي أقول بيتزا رول ممكن. وهنا أنا رح أبتدي أحط هذه الجبنة، يعني هي بدكم تحطوا عشان تتأكدوا إنه حتاخد كله، فأنا بحط بالطريقة هاي. هاي بتذكرني أيام ما كنت أعمل الكيك، الله يرحم الأيام هاي. فعلى أساس إني أتأكد، وبعدين إني رح أفردها شوية شوية، بنفس الوقت ما بدنا نضغط كتير حتى ما تفرط، بس هيني كتير يعني، ما إنه لأنه خاصة إنه خليت الجبنة برا في التلاجة، فبالتالي إنه صارت خفيفة وصارت دافية، إنه ممكن إنه سهل إنه تتفرد. وهينا هنا خلصنا تقريبا يعني، شوف كيف هيني، بحاول إني أنا أخليها كليتها تبقى مستوية. وهنا أنا بشرت تقريبا شي كوباية ونص من هذه الحلومي رهيبة، لأنه فيها ملوحة عشان هيك أنا اخترتها، وما بدي إني أحط أنا من الجبنة المطرلة حتى حتسيح وتطلع وممكن اتخربها، فهذه الجبنة يعني بتسيح من جواها وطعمتها كتير لذيذ، فالمعادلة حتبقى رهيبة يعني. جربوها وقولوا لي أنتوا كيف حتلاقوها. وبعدين أنا حبيت إني أقطع شوية زيتون، بقولكم شكلها حيبقى زي البيتزا، وهذا على أساس إنه برضو أنتوا فيكوا تحطوا هنا يعني، أنا عم بعطيكم أفكار برضو، أي شيء أنتوا حابينه ممكن إنه يجي عبالكم إنه تحطوه، بس ما يكون قاسي بحيث إنه لما تلفوها ما إنه تعترض اللفة وتكون هينة، إنه مع إنه إذا كان حطيته مثلا نقول خيار حتبقى صعب، لأنه ممكن إنه هذه تبقى مش كويس للفة وبعدين حتخربها وتفتحها. وهنا راح أرش عليها من شوية من الشبت يعني حتى يعطيها طعم من جوا، وبرضه في كمان ريحان يعني، هذه طازة على أساس إنه حيعطي طعم كتير رهيب. ريحتهم طلعت يعني فعلا، إن شاء الله بتمنى أن تعجبكم. وهلأ إجا وقت الجد، سهل كتير إنه إحنا يعني، شوفوا الطريقة هاي هينة بحس إنه تساعدوا، وبعدين بتلفوها، صدقوني ما تخافوا يعني، هي بس مجرد إنه بده الواحد يتمكن منها. فأنا بس بالأول على أساس إني ألفها بطريقة، بعدين بشد من فوق زي ما أنتوا شايفينها يعني، سهلة جدا. بعدين بدفعها من وراء البرشمان، وهي لفيناها. وآخر جزء أنا بعمل العكس يعني، شوف كيف، مش ما تقلقوا إنه هي ممكن إنه تفرط، لا لأنه متماسكة. عشان هيك قلت لكم حطوا الكوسة بالطريقة اللي هو تكون مغطية كل واحدة التانية. وهي لفيتها، وهنا بس إنه حتركها تقريبا 10 دقايق على جنب على أساس إنه هي شوية تتماسك، وبعدين راح نقطعها سوا. وهلأ راح نفكها يعني، أنا تقريبا خليتها شي ربع ساعة، شوف كيف هيني كيف، هلأ بس علينا إنه نفكها. والله يعني هي، شوفوا كيف يعني، الواحد ساعات بيفكر إنه صعب يعمل أشياء، بس صدقوا هيني، والأكل الصحي لذيذ جدا يعني، حتبين عاملة زي السويس رول. هلأ صار شكلها، قطعنا قطعة راح أفرجيكم من جوا كيف إنه بدها تكون شكلها. بولا يعني فعلا لذيذة وطيبة، وهذا يا إما بده يكون سناكس، يا إما فطور، يا إما هيكون على عشاء. وهلأ أفرجيكم آخر الصحن، وهاي شكلها يعني بالأخير يعني، فعلا بتشهي وطعمتها كتير لذيذ يعني، هذا أحلى فطور مغذي ومفيد. وشوفوا كيف أكلة صحي قديش رائع وجميل. وبعدين أنا برضو لأنه حتى أعملها شوية أتقل، فإنه رحت عملت على جانب بطاطا حلوة، وكمان برنات سكواش حطيتهم بالفرن، وكمان بشرت كمان كوسة وحطيتها بالفرن. يعني كتير إحنا ممكن ننوع بالأكل، هيك صار في كربوهيدرات، صار في بروتينات، وهيك شبعنا نفسنا يعني. حتى لو أخذتوه على فطور يعني بالقليلة شي 6-7 ساعات صدقوني، لأنه الكربوهيدرات الصحية هذه بتقعد بالمعدة وتاخد وقت لحتى تتهضم، وهذه كلها مع بعض بتعمل وجبة كاملة، وما بنحتاج إنه إحنا نقعد ناكل سناكس، لأنه هاي حتقعد لغاية الغدا إن شاء الله. وبتمنى إنها تعجبكم، وإذا عندكم أي سؤال حطوا لي، وما تنسوا اللايك أند سبسكرايب، وإن شاء الله أراكم في فيديو آخر مع أكلة صحية تانية في مطبخ نادية، طور غدا أو عشاء. إن شاء الله بنشوفكم على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.